يمكن في ناس كتير جدا بتعتقد ان مشروع حياة كريمة هو مشروع يعني ربما بيرتبط بالاساسيات الاولى للحياة، يعني ماسورة مية، صرف صحي، طريق، مدرسة، لكن ما يعرفش ان هذا المشروع بيعتمد على ان تكون الحياة الكريمة متكاملة لكل مصري في ربوع هذا الوطن. امبارح تحديدا يعني انطلق مشروع المكتبات المتنقلة في قرى مبادرة حياة كريمة، وتحديدا في 6 محافظات، 3 منهم في وجه بحري و3 منهم في وجه إبلي. هذا المشروع هيساهم في توصيل رسالة ثقافية في كل أنحاء الوطن المصري علشان نحقق رؤية مصر 2030 اللي بتهدف لتحقيق العدالة الثقافية لبناء الإنسان. زي ما انت قلت يا مصطفى انه حياة كريمة هنا ما وقفتش بس على البنية التحتية، لكن كمان هي النهاردة بتبني الانسان، ويمكن ده اللي احنا دايما بنأكد عليه. فمشروع المكتبات الثقافية المتنقلة في قرى حياة كريمة في الحقيقة تم تدشينه تحت شعار في القراءة حياة، في القراءة حياة كريمة. أسئلة كتير وتفاصيل أكتر عن هذا المشروع في الحقيقة مهم جدا، هنستعرضها النهاردة مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة أماني حسن، مسؤول أنشطة وخدمات المكتبات المتنقلة بمنظومة مكتبات مصر العامة. أهلا بك يا فندم ومنورانا في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وربما إحنا عايزين نتعرف أكتر على هذا المشروع اللي بيستهدف 6 محافظات، مستهدفين إيه؟ هتعملوا إيه؟ هتبتدوا منين؟ جهزتوا له إزاي؟ هتوصلوا لمين؟ يعني عناوين عريضة. بتوجيهات من القيادة السياسية بالتعاون مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين وتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، مشي الإطار بتاع خطة العربات المتنقلة في 3 محاور. المرحلة الأولى بدأت برفع كفاءة لحوالي 5 باصات. ال5 باصات دول محافظة الإسماعيلية ومحافظة الشرقية والمحافظة الثالثة تقريبا محافظة مرسى مطروح، وبانطلاق اللي هو رفع الكفاءة للباصات دي تقريبا كان بتكلفة مالية ما يقرب من 120 ل 150 ألف جنيه. بدأت المرحلة الثانية في العام المالي الحالي اللي هو التوجه بالعربات المتنقلة ل6 محافظات، 3 في وجه إبلي و3 لوجه البحري. بالنسبة للوجه الإبلي كان في محافظة إنا ومحافظة الأقصر ومحافظة إنا والأقصر والمنيا، اما الوجه البحري كان موجه الى الاداره، يعني واحده في النص واحده في الاول وواحده في الاخر. تمام. ومدينه ساحليه الاسماعيليه، مدينه دمنهور، مدينه دمياط، واحده في الدلتا واحده في القناه واحده على الساحل. بالظبط كده. وان شاء الله في خلال العام المالي اللي احنا فيه او بدايه من العام المالي القادم هيبقى فيه 6 محافظات تانيين، هيبقى مثلا محافظه الشرقيه، نظرا طبعا ان اعلى كثافه يعني محافظه سكانية. الشرقيه من ضمن المحافظات الاعلى تواجد للسكان، ففي المرحله الاولى كان فيها رفع كفاءه، لكن المرحله اللي هي في نهايه العام المالي لا، هو هيبقى فيه باص تاني متوفر ليه محافظه المنوفيه، محافظه الغردقه، محافظه التابعه كمان محافظه مرسى مطروح. فبالتالي هيبقى فيه 6 عربيات متنقلة في باقي، بحيث ان تقريبا هيحصل نوع من التغطية لكل محافظات مصر لقرى حياة كريمة. احنا طول الوقت يمكن بنتكلم عن فكرة الجمهورية الجديدة، يعني دايما بنقول الجمهورية الجديدة انه المدن المتكدسة، لا احنا عايزين نطلع براها، احنا عايزين نبني انسان. فبناء عليه تم اطلاق مشروع زي حياة كريمة او مبادرة حياة كريمة وغيره وغيره. من ضمن الأفكار أو الأهداف للجمهورية الجديدة هي بناء إنسان مواطن، خلينا نقول صحي، مثقف، عنده وعي. فالنهاردة عرفيني أنا مشاهد مش عارفة إيه هي تعريف المكتبات المتنقلة، يعني هتتنقل إزاي، شكلها هيبقى عامل إزاي. حضرتك قلتي تم رفع كفاءة باصات، فقولي لي شكلها عامل إزاي، أعمار المستهدفة للقراء هتبقى من سن كام. الحاجات دي كلها مهمة قوي، يعني عايزين نعرف إزاي إحنا النهاردة بنتكلم في جمهورية جديدة وعايزين نوصل لأطفال أو كبار أو مواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، فبنروح لمحافظات مختلفة من خلال المكتبات المتنقلة. تمام. بالنسبة لشكل العربات المتنقلة من الداخل، هي تقريبا فيها كل شتى الأوعية المطبوعة أو المسموعة أو المرقية، دي طبيعة المقتنيات اللي هتكون موجودة داخل العربيات نفسها. وكل أصلا عربية متنقلة ليها في نفس المحافظة بتاعها ليها مكتبة قائمة. احنا شايفين دلوقتي على الشاشة شكل العربات الباصات المتنقلة دلوقتي، بحيث أن يبقى في محاولة بين الربط بين المكتبة الموجودة في المحافظة والعربة المتنقلة التابعة ليها.
من خلال الربط ده هيتيح بقى لكل الفئات المستهدفه دي ان هي تروح للمكتبات المتنقله وتعمل كارنيه عضويه وتبدا تستعير الكتب اللي موجوده فيها. كمان اوعيه المعلومات اللي موجوده هي نوع من الاختيار بين اولا المكتبه دي هيتواجد ليها فئات مستهدفه كتيره متعدده، بتبدا من سن 3 سنين لحد سن 14 سنه فئه الاطفال او الشباب، زائد كمان اي حاجه في مجال المعرفه في المرحله بتخدم المرحله دي، لان طبيعه الاطفال اللي هيكونوا مترددي المكتبه دي في طفل سمعي وفي طفل بصري وفي طفل حركي، فبالتالي حتى روعي ده داخل اختيار اوعيه المعلومات اللي موجوده داخل المكتبات دي. وفي نفس الوقت كمان في واي فاي داخل المكتبات نفسها بحيث ان هي تتيح للاطفال اللي موجودين داخل لو حد عايز يخش يستخدم الموبايل بتاعه يخش يعمل سيرش او بحث على قواعد بيانات، مجهزة بتلفزيون، في برضك أفلام وثائقية، في أفلام علمية، في تعاون بيننا وبين مراكز الاستكشافية، تعاون بيننا وبين وزارة الاتصالات، بين وزارة البيئة، بحيث إن إحنا نبقى وحدة أو قافلة تعليمية بتروح أي قرى أو محافظة أو نجع نفسه فيها كمية من الأنشطة والفعاليات تتناسب مع كل المراحل العمرية المتواجدة هناك. ده كمان إن في تعاون بيننا كمان وبين المجلس القومي للإعاقة، في كتيبات للمجلس القومي للإعاقة بتعرف المستفيدين من العربة دي حقوق الطفل وإيه القوانين بتاعته وإزاي يتوجه أصلاً للمراكز الصحية، إزاي يسجل داخل البطاقة الصحية وإزاي يتعامل، هيبقى في دكاترة من وزارة الصحة هيعرفوا أولياء الأمور اللي عندهم ذوي احتياجات خاصة إزاي هو بيتوجه، لأن دايماً بيبقى فيه مشكلة ممكن الدولة بتكون موفرة خدمات لكن الأفراد نفسهم مش عارفين يستغلوا الخدمات دي ويشاركوا فيها بفاعلية أكتر. أنا اللي شايفه كله يعني أطفال مش شايف لا بس هو الحلوة هنا أنه في شمولية، احنا هنا بنتكلم عن أطفال، يعني أي طفل حابب يروح هيروح بالزبط. وخليني أركز على النقطة دي قد إيه هي مهمة. النهاردة أنا مش طفل حاسس أن أنا منبوذ أو بعيد أو ماليش دور أو لا، الدولة النهاردة بتشمل كل الأطفال من جميع، مش بس من جميع المحافظات، لا كمان النهاردة أي طفل بأي طريقة محتاج يقرأ محتاج يبقى عنده، هو بقى لو عنده النية للمعرفة فموجود، ده موجود. دي خليني أأكد على قد إيه دي نقطة مهمة، وشرط كمان من شروطها ان هو يحصل دمج حتى للاطفال دي، ان هم ما يبقاش فصل بين الاطفال الاسوياء والاطفال اللي عندهم مشاكل إعاقات ذهنيه او اعاقات، لان كمان حتى المسؤولين داخل المكتبات المتنقله اللي هم هيقوموا بدور الانشطه هم مدربين لاستقبال والدمج، وده كان اهم شرط من شروط القائم على النشاط داخل كل عربيه. طيب انا يعني انتوا الجمهور المستهدف في المقام الاول هو الوصول للطفل اللي موجود، تمام. طب الفئات الثانيه يعني دايما الناشرين او دور النشر يقول لك اكثر الكتب اقبالا، حتى في معرض الكتاب يقول لك كتب الابراج والكتب الدينيه. طب يا جماعه فين كتب الاحياء؟ فين كتب الكيمياء؟ فين كتب الجغرافيا؟ فين كتب السياسه؟ بتقل تقل تقل، يعني نسب القراءه بتقل. احنا واجهنا ده، يعني وخصوصا ان انا عندي ربما فئه كبيره جدا في مشروع حياه كريمه، عايز اعرفهم على اهداف مصر في الالفيه الجديده، التحديات اللي بتواجه الامن القومي المصري، عرفوا وضعنا ايه على الجغرافيا العالميه، يعني في اظن حاجات بسيطه تعمل هذا الدور، تلعب هذا الدور يا دكتور. اكيد طبعا احنا طبيعي بيبقى عندنا اصلا دايما استبيانات بتطلعات الناس واختياراتهم من الكتب، لان كمان المكتبات دي بتتميز ان احدث الاصدارات سواء للناشرين او المؤلفين بتبقى متواجده فيها، لان قلت لحضرتك ان في ربط بين المكتبه الرئيسيه اللي موجوده في المحافظه والمكتبه المتنقله، فكل محافظة ليها أصلا أعضاء، فبالتالي في تحليل مجتمعي للاتجاهات القرائية داخل المكتبة دي، فبتبقى هي المحرك أو المؤشر اللي هي تبدأ تعزز المقتنيات، لأن في كمان تبادل بين المقتنيات اللي موجودة في المكتبة المتنقلة وداخل المكتبات نفسها، وبالتالي في استمارات وقواعد بيانات، هيبدأ في رقم تواصل الواتساب، حيك لو بتحب مكان كتاب معين او مؤلف معين هيبلق ابلكيشن داخل المكتبات المتنقله، بحيث ان يحصل ربط بين الاوعيه اللي موجوده في المكتبات واما تخرج المكتبه مره تاني، لان المفترض في الخريطه ان المكتبه مش هتروح مره واحده القريه واحده، لا ده هيبقى في تواجد بصفه مستمره، ممكن يكون مره في الشهر مره في الاسبوع حسب المرحله الاولى التشغيليه، لكن احنا بنهتم ان احنا نمشي خطوه خطوه، بس هيبقى في دايما دور للمستفيد من المكتبه ان هو من حقه ان هو يطلب في مجال معين في دار نشر معينه. والحقيقه حتى المرحله اللي احنا فيها ان كان في اهداء لكل معظم الناشرين
اهدوا اصلا اول افتتاح للمكتبه المتنقله كل الكتب مجانا لقرى حياه كريمه. يمكن شفنا اقبال كبير قوي لمعرض الكتاب السنه دي في القاهره، انه عدد الزوار قبل اليوم الاخير يعني كان تقريبا حوالي 4 مليون زائر. فاحنا النهارده بنتكلم لما بيتاح الفرصه المواطنين بيروحوا وبيزوروا، حتى كان في اقبال من جنسيات اخرى. احكي لي عن نسب الاقبال في المحافظات عامله ازاي على المكتبات اكيد المتنقله. نفس الفكرة أصلا، نفس تقريبا إحنا بيبقى عندنا معدل عدد مستفيدين. فنتيجة الإقبال الشديد كانت المرحلة الأولى إن الأنشطة والخدمات مش قاصرة داخل العربة المتنقلة، نفس كل عربية متنقلة مجهزة بأساس وكراسي لإقامة الورش والفعاليات داخل المكتبة أو خارجها. وبالتالي عدد الأطفال يعني في بعض المحافظات مثلا الشرقية أصلا لما بتطلع في العربيات اللي هي تم رفع الكفاءة فيها ممكن يوصل عدد الأطفال في النشاط الواحد ممكن يوصل ل 200 و300 أصلا طفل داخل في كل فعالية. هو لو هو هيطلع مثلا في قافلة هيعمل 10 أنشطة، فهي كل طفل بيحب ان هو يحضر في اكتر من فعالية واكتر نشاط، يعني ممكن يطلع في يوم واحد او يعني نشاط واحد مفتوح ممكن يوصل ل 1000 طفل داخل القرية. طب ايه بقى الفعاليات وابرز الأنشطة وابرز المواهب اللي هيتم اكتشافها؟ وازاي هنصدرها خارج المحافظه ونوصلها للعاصمه وباقي المحافظات؟ تمام. الانشطه اول فئه المستهدفه المرحله الانشطه الحكي، أنشطة العلمية. والحقيقة المكتبات المتنقلة هتديها دافع كبير لنشر الثقافة العلمية، فدي يعني أبرز الأنشطة الحالية. مصرع في كمان هدف للمكتبات المتنقلة بما إن هي هتجوب القرى والمحافظات، إن إحنا هنعمل قاعدة بيانات للأطفال الموهوبين داخل المحافظات ونبدأ تواصل من خلال العربيات المتنقلة بقى حسب نوع الموهبة نفسها. هنبدأ نوجه من خلال قاعدة البيانات دي، مثلا لو في طفل مثلا بيحب بقراءة الشعر أكيد هيبقى في تواصل مع مثلا مركز توثيق أدب الأطفال، مثلا لو في طفل مهتم بالثقافة العلمية هيبقى في تواصل مع أكاديمية البحث العلمي، لو في طفل مثلا مهتم بالجزء التكنولوجي هيبقى في تواصل مننا يعني من خلال سواء اكاديميه البحث العلمي او وزاره الاتصالات، بحيث ان احنا كان احنا نواه لاكتشاف الموهوبين من خلال قاعده بيانات مقننه، وتبقى كل قيمه مضافه في منطقه معينه او موهبه معينه للقيمه اللي هو بيحبها او الطفل، بحيث ان احنا نعمل نشر لكل المواهب. مش هنقف عند موهبه، كل موهبة هتوجه داخل المحافظة أو داخل النجع ده للاهتمام اللي هو الطفل بيهتم بيه أو حبه. وكمان في حاجة مهمة داخل المكتبات دي، إن هي عملية ربط بين كمان حضرتك مثلا فيها تقنية الفي آر، يعني مثلا طفل لو حب إن هو يقرأ كتاب وعايز يتعرف أكتر عن الكوكب أو النجوم أو الأبراج أو المجموعة الشمسية، إحنا موفرين له نظارات داخل العربات دي بحيث إن هو يعمل نوع من المعايشة والواقع الافتراضي والواقع المعزز. عملنا دايما ربط بين حاجة مجسمة، يعني طبيعي الأطفال في سنه صغير بيبقى بيحب إن هو يتعامل مع الحاجة الملموسة والمحسوسة. في حد يشرح الكلام ده ولا بنسيب الطفل كده؟ إحنا عندنا الأطفال أو اللي هم إلى حد ما في بعض الأطفال بيبقى عنده نوع من التعليم الذاتي، إن هو بيحب إن هو بيقرأ بيعتمد على نفسه، ده متاح. في حالة ان طفل حب ان هو مثلا يحضر او في نشاط زي كده، اللي جميع القائمين على الانشطة داخل المكتبات المتنقلة قلت لحضرتك ان هم لازم يتم تدريبهم، وفي نفس الوقت هيبقى في تعاون مع العربات دي داخل المدارس. حلو يعني احنا ممكن نروح كمان داخل المدارس، فممكن مدرس العلوم مثلا يطلع في عربية المتنقلة يستخدم المقتنيات بتاعتها كده. عنده معمل متنقل بسيط بامكانيات بسيطة جدا ممكن يعمل اصلا شرح للعربية. بس انا شايف العربية صغيرة استاذة اماني، يعني هل بقى يعني في حاجات بتخرج، هل في ترابيزات بتخرج بره العربيه؟ يعني انا عارف ان هي زي باص، فجوه مثلا ايه هيبقى مثلا 8 كراسي 8 قعدات مثلا ولا تقريبا 8 كراسي داخل العربات، ده 4 ده بالعدد يعني بالظبط. لكن كل العربات اصلا بتفتح بره، بتفتح بره في ترابيزات وكراسي ومناضد. والمعامل دي بقى بتبقى بتطلع بره برضو؟ المعامل دي حاجات بسيطه جدا سهله التداول بترابيزه صغيره هتتفتح بره العربه المتنقله ويعمل بيها الاكتيفيتي، ولو طفل مثلا عايز يجرب، وهي دي حاجه مهمه جدا آمنة، الحاجات دي كلها آمنة ما فيهاش خطورة على الطفل. يعني لو حب طفل ان هو عايز يجرب بنفسه عادي ما فيش اي مشكلة ان هو يقوم ويجرب بنفسه، لان كمان احنا مهتمين ان احنا بنقول ان احنا نكتشف الموهوبين، ففي اطفال نفسه بيبقى عايز يجرب ويكتشف لوحده ويعتمد على نفسه، بعيد طبعا مع توافر عنصر الامن والامان في المقتنيات اللي موجوده داخل العربه نفسها. عايز اسال حضرتك سؤال او سؤالين في الحقيقه. اول حاجه، انا دلوقتي ام عندي ابني عنده 4 5 سنين عايزه اوديه العربه، وفي اول سيناريو ان انا اقعد معاه، تاني سيناريو اسيبه واروح شغلي ايا كان بقى لام او اب يعني.
هل ده متوفر؟ يعني هل ان انا متوفر ان انا اكون معاه اشاركه في انشطه معينه، وهل متوفر ان انا اسيبه مثلا واروح انا اشوف حاجه وارجع تاني بعد ساعه ساعتين ولا؟ تمام، هو طبيعي اصلا العربيات المتنقله هتخرج وفقا لخريطه، وفقا لمكان هيبقى فيه اتاحه للاماكن العربيه، الاماكن اللي هي هتزورها المكتبات المتنقله على صفحات المكتبات، فبالتالي كل اعضاء اللي موجودين في المكتبه هيبقوا عارفين توجه العربيه وميعاد زيارتها، وهيبقى فيه دايما تنسيق بين المسؤول عن القريه اللي هي رايحه لها العربيه المتنقله وبين مسؤول النشاط داخل المكتبه نفسها. وفي نفس الوقت مقدما هيبقى اصلا على صفحات المكتبات ايه طبيعه الانشطه، هتبقى موجهه مثلا لاولياء الامور، هيبقى في انشطه مشتركه بين اولياء الامور والاطفال نفسهم، وخصوصا ان في برضك فئه الطفل اللي هو اقل من 8 سنين هيبقى صعب ان هو يبقى متواجد في العربيه المتنقله لوحده، فبالتالي هيبقى هو رايح العربيه المتنقله ومعاه يعني الأسرة المسؤولة سواء بقى اب او ام، فبالتالي اكيد هيبقى فيه انشطة، هيبقى فيه نوعية كتب، هيبقى فيه دوريات اصلا متاحة ليهم. كان الهدف زي ما قلت لحضرتك ان احنا نتحرك في شكل قافلة اصلا، فبالتالي هيبقى فيه فعاليات للأطفال في نفس المكان. هل بيتم تدريب العاملين مع الأطفال عليهم؟ لانه دايما الأطفال بتبقى عايزة شوية طولة بال، في يعني طابع خاص للي بيتعامل مع اي طفل، فهل بيتم تدريبهم؟ جميع المكتبات المتنقلة التابعة لمكتبات كل الموظفين او العاملين في قطاع المكتبات سواء خريجي رياض اطفال سواء تربيه فنيه فنون جميله كلهم تقريبا مدربين لاقامه فعاليات وانشطه للاطفال. هايل هايل. طب يعني دخول القافله دي لقرى حياه كريمه بصاحبها مظاهر احتفال عامله ازاي؟ القائمين على القريه بيستقبلوها ازاي؟ بيدشنوا ازاي؟ ما هو انا برضو يعني باعتقادي ان كل الاطفال او الناس اللي في قرى حياه كريمه مش مشتركين على صفحتكم على الفيسبوك علشان يعرفوا ان هي جايه. تمام، انتوا بتعلنوا ازاي انكم جايين لهذه القرى؟ تمام، كل قريه بيبقى فيه تنسيق اصلا مع القريه او المسؤول ان هو بيطلب توفير العربيه المتنقله، بيعمل الادعايه الكافيه في المكان اللي هو اللي احنا رايحين فيه، وفي نفس الوقت اصلا بيبقى محدد يوم معين من المكتبه ان هو اصلا عايز انشطه، عنده احتياج لنشاط معين، ما عندوش مثلا جزء مادي ان هو يعمل اقامه نشاط معين، فكل دي بتبقى تنسيقات مسبقه، وفي نفس الوقت احنا رايحين كمان من خلال العربيات المتنقله بكل التجهيزات. يعني احنا عايزين نوصل رساله ان احنا ممكن نبني عقل الطفل، مش شرط يعني تجهيزات ماليه عاليه، ممكن بحاجات بسيطه جدا، لكن هو هيجد معلومه وهيوصل للمعلومه بنفسه. في جهات كتيره جدا بتتكاتف مع بعض وليها كل جهه ليها رساله الطفل نفسه، فبالتالي اصلا المجلس القومي للاعاقه هيطلع في كل تقريبا محافظات مصر، في المجلس القومي للاعاقه في مكان، فبالتالي اللي موجود في المحافظه هيطلع مع العربيه. مثلا الاولمبيات الخاص برضك متعاون معانا ان هو مثلا هيعمل قاعده بيانات للاطفال ذوي احتياجات خاصه بحيث ان هو ممكن يدربه ويأهله ويبقى بطل. عندنا اصلا برضك من ضمن الجهات اللي هتطلع معانا قصور الثقافه اللي موجوده داخل المحافظه نفسها، سواء مسرح سواء مثلا اغاني سواء اصلا الاستاف بتاع المكتبه كله، فبالتالي بيبقى متحدد مسبقا ان احنا رايحين القريه، اهل القريه اصلا بيبقوا عارفين ان المكتبه المتنقله دي بيبقى في دعايه داخل القريه نفسها ان هم جايين الساعه كذا يوم كذا بكل التجهيزات، وبيبقوا عارفين المده الزمنيه اللي احنا تقريبا هتبقى موجوده فيها، فبالتالي ان احنا شايفين المراكز الاستكشافيه هتبقى داخله معانا، ففي تعاون بكل الجهات اصلا المهتمه بثقافه الطفل او المراه ان هم يبقوا معانا. طب هل راعينا ان كل محافظه ليها شخصيه معينه فان احنا يعني نكتر الكتب الخاصه؟ يعني دمياط مثلا محافظه ليها علاقه بالاثاث او ليها علاقه بالصيد، هنا مثلا في محاجر مش عارف، اسماعيليه قناه السويس، ف اكيد الطفل عنده شغف ان هو يعرف معلومات اكتر عن الحاجه المرتبطه بمحافظته. تمام، يعني حضرتك برضك اللي حضرتك بتقوله هو رعية في طبيعة النشاط المقدم، طبيعة البيئة اللي المكتبات المتنقلة رايحة لها. أنا عايزة أقول لحضرتك إن بس أنا حاسة إن هو لو طفل صغير قوي هيبقى عنده يعني مش معلومات عارف. معلومات بس هيبقى عنده شغف أكتر عن المعرفة أكتر، يعني هيبقى عنده معلومات. أنا قصدي يعني الأطفال الصغيرين قوي في السن، يعني ده يمكن لسن أكبر، الأطفال الأصغر شوية يبقوا مهتمين أكتر بالكتب اللي فيها صور، الكتب اللي فيها يعني مثلا يعني سكان أو أهل إسماعيلية هيبقوا عايزين يشوفوا، أو أطفال الإسماعيلية عايزين يشوفوا الكتاب اللي كان مشهور قوي ده عن قناة السويس، عن السفينة الجائحة،
فمثلا يعني حاجات فيها الوان اكتر الكلام ده، هل الحاجات دي متواجده؟ كل الحاجات اللي حضرتك بتقوليها حتى دي اصلا في اختيار الكتب اصلا وبناء المقتنيات لاي مكتبه متنقله، اهم حاجه البيئه والسمات والطبيعه للمحافظه اللي هي رايحه عليها، يعني طبيعه المقتنيات نفسها مفروض عليها الاختيار دي وربط الطفل بالبيئه اللي بيعيش فيها، حتى لو في حدث اصلا في محافظه معينه يجب ان العربيه المتنقله وهي طالعه نوعيه انتقاء الكتب اللي موجوده تبقى مراعيه ان احنا مش قادرين نفصل بين الطفل وهو بيعيش حياه خارجيه وبين المحافظه اللي هو موجود فيها. طبيعه الانشطه حتى برضك يعني محافظات مثلا زي دمياط بتهتم بالخشب ودي اولويه، فبالتالي حتى الكتب اللي هي تصنيع الاساس والديكور بتبقى ليها نسبه غالبه لاختيارات الكتب بقى سواء للاطفال كمهنه نفسها وسواء للكبار لو هو مثلا اصلا من ضمن الحرفيين اللي موجودين في محافظه فعايز يعرف اكتر، فعايز يعرف اكتر، عايز يتعرف على مصادر معلومات بتهتم بالخشب ده حتى في اختيار المقتنيات نفسها. صح. فبالتالي منعكس كمان على طبيعه الناس اللي هتقدم انشطه داخل المكتبات المتنقله. يعني على اي حال ان يكون عندنا مكتبات متنقله اصلا ده في حد ذاته مشروع عظيم جدا، وان يكون في تعاون ما نبقاش يعني جزر منعزله، لا يبقى في تعاون ما بين قصور الثقافه من جانب، ما بين المكتبات العامه من جانب، ما بين المجتمع المدني، ما بين مشروع حياة كريمة نفسه، وكل ده بيصب في هذا المشروع، فده برضو يعني احنا كده بنقول كده يا بسنت زيادة الخير خيرين، عملنا حاجة واعتقد ان المشروع ممكن نبني عليه حاجات كتير تانية، ممكن نبني عليه حاجات كتير يعني مش بس في حياة كريمة. الحلو في الموضوع ان هما ما جابوش بس عربية حطوها في مكان ويلا يا جماعة تعالوا اقروا، لا كتب وانشطة وفعاليات ومهتمين باعمار معينة، وطيب لو الطفل ده عندهم افكار بقى يعني او رؤى، يعني النهاردة لو الطفل ده جالي وهو لسه صغير اكيد مش هيقعد في العربة لوحده، لا مامته هتبقى موجودة، طب هنشاركها ازاي في هذه الفعاليات، عندهم خطة هيعملوا ايه. جميل اللي هم بيعملوه، ربنا يوفقهم، واحنا هنا بندعمهم كل الدعم على هذا المجهود الكبير، لانه في الحقيقه وفي الاول وفي الاخر هو بناء الانسان ودعم الانسان المواطن المصري هو ده همنا كلنا وهم اكيد الدوله المصريه. كل الشكر ليك الاستاذه اماني حسن مسؤول انشطه وخدمات المكتبات المتنقله بمنظومه مكتبات مصر العامه. شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك يا فندم. شكرا جزيلا.